السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. هنشوف مع بعض ازاي اربط اي موديل باي قاعدة بيانات او جدول زمني سواء على البروماجيرا او ال ام اس بروجكت. اول حاجة بعملها بقول له تايم لينير داتا سورس ديت، بقول له اد سي اس في، ده ممكن تصدره من الاكسل ومن برامج تانية، وده ما يكونش محتاج ان يكون الاكسل موجود مسطع على الجهاز. ال ام بي اكس ده امتداد بتاعه من مايكروسوفت بروجكت، مش محتاج المايكروسوفت بروجكت يكون مسطب. اللي بعد كده المايكروسوفت بروجكت ام بي بي بيكون محتاج ان المايكروسوفت بروجكت يكون مسطب. البروماجيرا لازم يكون مسطب وملوش اي امتداد، لازم يكون متواصل معاه مباشرة. فاقول له الام بي اكس، اقول له اربط لي بيه الملف دوت. وبعد كده دي الجداول اللي موجودة في النكس وركس، ودي اللي موجودة في الملف بتاع الام اس بروجكت. فالتاسك تايب هنبدأ نشوف إذا كان موجود هنا، يعني بتوصل كل خانة لخانة. طيب الـ ID هتقول مثلا يونيك ID، الـ Planning Start، Planning Start Start، والـ End أقول له Finish. طب الـ Actual أقول له Actual Start Actual End. الماتيريال كوست لو في هنا ماتيريال كوست، التاسك تايب هخليها كونستراكشن تايب. كل خانة من دول بتحاول تشوف ايه المقابل بتاعها، وبعد كده تقول له اوكي، وبعد كده تيجي هنا تقول له ريبيلد تاسك. اوكي تاسك، هتلاقي كل الحاجات اتحطت، جدول الزمن اتحط بالشكل دوت. طيب ناقص بس اقول له ايه التاسك تايب دوت، هقول له كونستراكت، وبعد كده اعلم عليهم كلهم. اقول له الدوي، وبعد كده اربط الشغل اللي موجود هنا بالتايم لينير اللي هنا. فهشغل سيلكشن 3، اقول له السايت ايرث دوت اللي هو الجزء دوت ودوت، هقول له ده التاش الفاونديشن، تبدا اشوف ايه العناصر في الفاونديشن اللي هنا. دي الستراكشر، هبدأ أعلم على الأعمدة مثلا وأقول له دي الفاونديشن، أقول له الطالي. وأشوف مثلا الستراكشر فريمنج تبدأ تعلم عليهم، وتشوف الول لو في أي وول موجود هنا أهو، تبدأ تعلم عليه وتقول له اعمل لي اتاش للعناصر دي هنا الول. كل عنصر من العناصر دي تشوف ايه المقابل ليها، يعني مثلا دي الحاجات بتاعت الدور الثالث، فتبدا تشوف فين الدور الثالث مثلا، وتبدا تعمل له اتشمنت. بعد كده هقول له سيموليت، وهقول له عايز ابدا اعمل سيموليت، فيبدا الحاجات تظهر زي ما هي موجوده في الجدول.